رئيس الأركان للجيش الوطني الليبي والحاكم العسكري لدرنا بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري مع مشايخ وحكماء قبيلة زوية وقبيلة التبو بحضور مسؤولي مدينة الكفرة الليبية الواقعة في الجنوب الشرقي لليبيا بهدف إتمام مفاوضات الصلح بين القبيلتين بعد صراع وخلافات دامت لخمس سنوات وأسفرت عن وقوع ضحايا من الطرفين. أنا سعيد جدا أن نلتقي بكم في هذا اليوم، وأنتوا على قلب وطني واحد، قلب ليبي واحد، وكان هدفكم هو المصالحة الوطنية، وانتوا لجنة بدون تكليف لا من دولة ولا من قبائلكم إلا بواعز وطني خالص، وهذا الواحد يكبر فيكم هذا الموقف الوطني. ونحن نبارك هذا الاجتماع المبارك، وسندعم كل ما هو يحث على المصالحة، سنقف ضد من يعمل على عرقلة هذه المصالحة، ونشد على يديكم، سنسعى مع الحكومة، وننقلكم تحيات القائد العام للقوات المسلحة.